الحد التقييد ضروري لأجل الحياة. حتى البكتيريا والتي يصرون تصور بأنها الأساس في التعقيد، وهو بكل بساطة بحسب اقتراح التطوريين أن الكائنات غير الحية لا تستطيع أن تنتظم فيما بينها ولا تستطيع الحياة، وفي منهم لتكوين فهم أفضل عن الحد الأدنى للتعقيد في الكائنات الحية، قام بيو الكيمياء بتحليل التعقيدية التي تم اكتشافها الآن. أنواع البكتيريا يسمى بلاجير باكتيريبك، الكائن الذي يمتلك أدنى من التعقيدية. البكتيريا على 34 منتج ويوجد به من المكونات مثل البروتين الريبوزوم ونقص النووي أو ما يعرف بالرناوة. لا تستطيع تصور تفسير كيف أحادية بروتينية واحدة تجد حين يحتم على نظرية تفسير تجمع 1344 جين مع بعضهم ولكائن حي. ومن المؤكد أنه لا يخفى على أحد أن هذا شيء أقرب للكائن بالمفهوم. فإن أول كائن حي جاء إلى الوجود على كان حية في التعقيد، فقد اكتشف الباحثون أنه حتى في أشكال للكائنات الحية يتواجد عدد مذهل تحتاج إلى تنتظم فيما بينها داخل واحد. لا تستطيع نظرية التطور تفسير كيفية مجيء خلية بروتين واحدة للوجود، فهي بكل تأكيد لا تستطيع تفسير المزاعم حول كيفية مئات البروتين بها للخلية للوجود.